يتقدم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش. شمس الدين عبد العالي دراش تلميذ في الثانية الثانوي بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة من السيد رئيس الجمهورية. وقد انتقل إلى السنة الثالثة ثانوي على أمل تكريمه العام المقبل في البكالوريا إن شاء الله. يتقدم التلميذ يوسف كنان. يوسف كنان توج بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023 من ثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، وقد تحصل أيضا على شهادة البكالوريا بمعدل 18.21. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية.